ضرب الأعداد الطبيعية مع الحمل. إن لجدول الضرب أهمية كبيرة في علم الرياضيات، فعملية الضرب بحد ذاتها اختصرت عملية الجمع المتكرر للأعداد، وبالتالي اختصرت الوقت والجهد في أثناء الحسابات المختلفة، خاصة الحسابات ذات الأرقام الكبيرة جدا. ونحن هنا اليوم لنتعلم المزيد عن الضرب وعملياته، ابقوا معنا. تعلمنا سابقا كيف نقوم بإيجاد حاصل ضرب أو جداء عدد من منزلة واحدة بعدد من منزلتين. فإذا أردنا أن نعرف حاصل الضرب للعدد 24 بالعدد 2، ما علينا إلا أن نتبع هذه الخطوات. أضرب الآحاد أولا، 2 ضرب 4 الناتج 8، ثم أضرب العشرات، 2 ضرب 2 الناتج 4، فيكون ناتج عملية الضرب العدد 24 بالعدد 2 هو العدد 48. حسناً، ماذا لو قمنا بضرب العدد 24 بالعدد 3؟ سأبدأ كالعادة بمنزلة الآحاد، 3 ضرب 4 الناتج 12. يا إلهي، هذه مشكلة، أنا لا أستطيع أن أضع العدد 12 في منزلة الآحاد، فأنتم تعلمون أن المنزلة الواحدة لا تتسع لعدد أكبر من العدد 9. ما الحل هنا؟ لابد أن الرياضيات قد وجدت حلاً لهذه المشكلة. بالطبع في عالم الرياضيات هناك حل لهذه المشكلة، الحل هو الضرب مع الحمل. سنحمل العدد للمنزلة الأعلى، فتعالوا نتعرف إلى الضرب الأعداد الطبيعية مع الحمل. الضرب مع الحمل: لحساب ناتج العملية 24 ضرب 3 أقوم بالخطوات التالية: أمثل العبارة 24 ضرب 3، أي 3 مجموعات في كل منها 24 عنصراً، ثم أضرب الآحاد بالعدد 3، 3 ضرب 4 يساوي 12 واحدة، العدد 12 أكبر من 9. هنا أبادل 10 واحدات بعشرة واحدة. ثم أضرب العشرات بالعدد 3، 3 ضرب 2 يساوي 6 عشرات، أجمع العشرة الزائدة فنحصل على 7 عشرات، بالتالي 2 واحدات زائد 7 عشرات، أي 72. حسناً، عندما نقوم بضرب العددين 24 ضرب 3 فإننا نضرب في البداية الآحاد، 3 ضرب 4 يساوي 12، نضع 2 ونحمل الواحد لمنزلة العشرات، 3 ضرب 2 يساوي 6، أجمع الواحد فيصبح 7، الناتج النهائي 72. الآن بإمكاني أن أجد ناتج ضرب العبارات التالية: عبارة الضرب هذه 38 ضرب 6، أضع الأعداد في جدول المنازل بهذا الشكل، ثم أقوم بالضرب بدءا من منزلة الآحاد، 6 ضرب 8 الناتج 48، أحمل العدد 4 لمنزلة العشرات، ثم أضرب
6 ضرب 3 ينتج 18، ثم أجمع 4 فأحصل على العدد 22. الناتج النهائي لعملية الضرب هو 228. أما هذه العبارة 96 ضرب 5، 5 ضرب 6 الناتج 30. أضع الصفر وأحمل العدد 3 لمنزلة العشرات. 5 ضرب 9 زائد 3 يصبح 48. الناتج النهائي هو 480. هذا بالنسبة لعدد مكون من منزلتين، فهل ينطبق ذلك على ضرب عدد مؤلف من 3 منازل؟ تعالوا نتعرف ذلك. لإيجاد ناتج ضرب 137 بالعدد 6 نقوم بالخطوات التالية: أضرب الآحاد 6 ضرب 7 الناتج هو 42. 42 أكبر من العدد 9. أحمل 4 إلى مرتبة العشرات، ثم أضرب العشرات 6 ضرب 3 يساوي 18. أجمع العشرات الزائدة 18 زائد 4 الناتج هو 22. أيضا الناتج هنا أكبر من 9. أحمل العدد 2 إلى مرتبة المئات، ثم أضرب المئات 6 ضرب 1 يساوي 6، وأجمع المئات الزائدة 6 زائد 2 الناتج هو 8. أصبح الناتج النهائي لعملية الضرب 822. حسنا، سأقوم بضرب العدد 245 بالعدد 6. أضع العدد في جدول المنازل ثم أقوم بعملية الضرب. 6 ضرب 5 الناتج 30. أضع الصفر وأحمل العدد 3 لمنزلة العشرات. 6 ضرب 4 زائد 3 ينتج 27. أكتب 7 وأحمل 2 لمنزلة المئات. أضرب 6 بالعدد 2 وأجمع العدد 2 ينتج العدد 14. حصلت على العدد 1470. كيف يمكنني أن أستخدم الضرب في حياتي اليومية يا هبة؟ لم أعرف بعد. نحن نستخدم الرياضيات في كل مكان يا أرنوبة. مثلاً، كم يبلغ مصروفك الشهري؟ 425 ليرة. إذن، هل تعلمين كم يبلغ مصروفك في السنة؟ كيف لي أن أعلم ذلك؟ ألا تعلمين أن في السنة 12 شهراً؟ أجل، 12 شهراً. حسناً، إذن ما عليك إلا أن تضربي العدد 425 بالعدد 12. هكذا تحصلين على مصروفك السنوي. إذن سنضرب بعدد مؤلف من منزلتين. إذن تعالي لنتعلم كيفية ضرب عدد بعدد مكون من منزلتين. ضرب عدد بثلاث منازل بعدد من منزلتين مع الحمل. إذا أردنا أن نضرب العدد 425 بالعدد 12، نكتب عملية الضرب بالشكل العمودي، ونضرب 2 بالعدد 425 بدءاً من خانة الآحاد. 2 ضرب 5 يساوي 10. نكتب 0 ونحمل الواحد لمنزلة العشرات. 2 ضرب 2 يساوي 4 زائد 1 الناتج 5. 2 ضرب 4 يساوي 8. نضع صفرا لأن الواحد في منزلة العشرات، ثم نضرب 1 بالعدد 425 فينتج العدد نفسه 425. ثم نجمع العملية: 0 زائد 0 يساوي 0، 5 زائد 5 يساوي 10. نضع الصفر ونحمل الواحد لمنزلة المئات. 8 زائد 2
زائد واحد ينتج 11. نضع واحد ونحمل الواحد لمنزلة الألوف، ثم نجمع 4 زائد 1 يساوي 5. يصبح الناتج النهائي 5100. إذن يبلغ مصروفي السنوي 5100 ليرة. أتمنى عليك يا أرنوبة أن تشتري بها أشياء مفيدة. أجل، أنا أشتري الحليب، فأنا أشربه بكميات كبيرة. هذا رائع، فالحليب هو المصدر الأساسي للكالسيوم الذي يقوي عظامنا. يتمتع الكالسيوم بأهمية كبيرة في دعم واستقرار العظام والأعصاب، وكي لا يحدث أي خلل بهذه الوظائف ينصح بتناول 1250 ميلي غرام تقريبا يوميا، وأن التغذية وحدها تكفي لإمداد الجسم بهذه الكمية من دون الحاجة إلى المكملات الغذائية. إذا كان جسم الإنسان يحتاج إلى 1250 ميلي غراما من الكالسيوم في اليوم الواحد، ما هي الكمية التي يحتاجها الجسم في أسبوع؟ سأضرب العدد 1250 بالعدد 7، عدد أيام الأسبوع. 7 ضرب 0 يساوي 0. 7 ضرب 5 35. أكتب 5 وأحمل العدد 3 لمنزلة المئات. 7 ضرب 2 14، زائد 3 الناتج 17. أكتب 7 وأحمل العدد 1 ثم أضرب 7 بالعدد 1 وأجمع الواحد ينتج 8. إذن يحتاج الجسم أسبوعياً إلى 8750 ميلي غراماً من الكالسيوم. إذن ما هي الكمية التي يحتاجها شهرياً؟ سأضرب العدد بعدد أيام الشهر وهو 30. لأسهل عملية الضرب سأكتب الصفران في البداية وأضرب العدد 125 بالعدد 3. 3 ضرب 5 15. سأضع 5 وأحمل الواحد لمنزلة العشرات. 3 ضرب 2 6. 3 ضرب 1 3. إذن يحتاج الجسم إلى 37500 ميلي غراما من الكالسيوم شهريا. ما هو ناتج ضرب 467 بالعدد 29؟ سأكتب العملية بالشكل الرأسي ثم أبدأ الضرب من الآحاد. 9 ضرب 7 الناتج 63. أكتب 3 وأحمل العدد 6 لمنزلة العشرات. 9 ضرب 6 54، زائد 6 الناتج 60. أكتب 0 وأحمل العدد 6 لمنزلة المئات. عند ضرب العدد 2 أكتب 0 لأن العدد 2 في منزلة العشرات، ثم أضرب 2 ضرب 7 14. أكتب 4 وأحمل الواحد للمنزلة الأعلى. 2 ضرب 6 12، زائد 1 يساوي 13. أكتب 3 وأحمل الواحد للمنزلة المجاورة. 2 ضرب 4 زائد 1 الناتج 9. الخطوة الأخيرة وهي الجمع، أجمع العددين بالشكل الصحيح فينتج 13443. ماذا عن الضرب بعدد مؤلف من 3 منازل؟ بالتأكيد سنستخدم الطريقة ذاتها في ذلك. تابعوا معي هذا المثال. ضرب الأعداد الطبيعية بعدد من 3 منازل مع الحمل. يرسل جهاز تحديد الموقع في مركبة فضائية 11430 إشارة كل دقيقة. ما عدد الإشارات التي يرسلها هذا الجهاز في 125 دقيقة؟ نكتب العددين في الشكل العمودي بهذا الشكل، ثم نبدأ عملية الضرب من آحاد العدد. 5 ضرب 0
صفر، خمسة ضرب ثلاثة 15. أكتب الخمسة وأحمل الواحد لمنزلة المئات. خمسة ضرب أربعة يساوي 20، زائد واحد 21. خمسة ضرب واحد 5، أجمع الاثنان الناتج 7. خمسة ضرب واحد 5، ثم نضع الصفر لأن الاثنان في منزلة العشرات، ونبدأ عملية الضرب. 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 1 2. نضع صفران لأن الواحد في منزلة المئات، ثم نضرب. نضرب العدد في 1 فنحصل على العدد نفسه، 0 3 4 1 1. ثم نجمع هذه الأعداد، 0 5 7 18. نكتب 8 ونحمل الواحد للمنزل الأعلى، 1 + 5 = 6، + 2 = 8، + 4 = 12. نكتب الاثنان ونحمل الواحد للمنزل الأعلى، 4 + 1. الناتج النهائي هو 1,428,750. إذن يرسل الجهاز 1,428,750 إشارة. كم هي مذهلة الرياضيات! يمكننا حساب ناتج ضرب الأعداد مهما كان عدد منازلها ومهما كانت كبيرة. لذلك اخترعت الآلة الحاسبة لإيجاد نواتج العمليات المتناهية في الكبر والصغر، وهذا ما يفعله الحاسوب وغيره من الوسائل التي سهلت ووفرت علينا الوقت والجهد. إذن ما هو حاصل ضرب العدد 36,475 بالعدد 256؟ الخطوة الأولى، نضرب العدد بالعدد 6. 6 ضرب 5 = 30. نكتب الصفر ونحمل 3 لمنزلة العشرات. 6 ضرب 7 = 42، +3 = 45. نكتب 5 ونحمل 4 لمنزلة المئات. 6 ضرب 4 = 24، +4 = 28. نحمل 2 لمنزلة الألوف. 6 ضرب 6 = 36، +2 = 38. نكتب 8 ونحمل 3 للمنزلة الأعلى. 6 ضرب 3 = 18. نضيف 3 فيصبح 21. الخطوة الثانية، نضع الصفر لأن 5 في منزلة العشرات، ثم نضرب. 5 ضرب 5 = 25، 5 ضرب 7 = 35، +2 = 37. نكتب 7 ونحمل 3 لمنزلة المئات. 5 ضرب 4 = 20، نضيف 3 = 23. نكتب 3 ونحمل 2 لمنزلة الألوف. 5 ضرب 6 = 30، +2 = 32. 5 ضرب 3 = 15، +3 = 18. نكتب صفران لأن الاثنان في منزلة المئات، ثم نضرب العدد بالعدد 2. 2 ضرب 5 = 10،
2 ضرب 7 14 زائد 1 15. 2 ضرب 4 8 زائد 1 9. 2 ضرب 6 12. 2 ضرب 3 6 زائد 1 7. ثم نقوم بعملية الجمع. 0 10 8 زائد 1 9 زائد 7 16. 8 زائد 1 9 زائد 3 12 زائد 5 17. 2 زائد 2 4 زائد 9 13. 1 زائد 2 3 زائد 8 11 زائد 2 13. 1 زائد 1 زائد 7 الناتج هو 9. الناتج النهائي 9,337,600. الضرب مع الحمل. لحساب جداء أو ضرب عددين طبيعيين فإننا نلجأ للحمل أحياناً إلى الخانة الأعلى. لنتذكر سوياً خصائص عملية الضرب. أولاً الخاصة التبديلية، فحاصل ضرب العدد 36,475 بالعدد 256 بالعدد 36,475. ثانياً الخاصة التجميعية، فيمكننا إجراء عملية ضرب ثلاثة أعداد بأي ترتيب. فمثلاً لحساب ناتج 25 ضرب 8,971 ضرب 4، يمكننا إجراء عملية الضرب كما يأتي. أولاً نجري عملية الضرب بين القوسين الخاصية الثالثة، ألا وهي خاصة التوزيع. يمكننا توزيع عملية الضرب على الجمع، كما يمكننا توزيع عملية الضرب على الطرح أيضاً. وتذكروا أصدقائي أن خصائص عملية الضرب تفيد في تبسيط الحسابات وحساب الناتج بشكل أسرع، كما تفيد في الحساب الذهني. هناك أسئلة يخبئها لنا العم الفأر الحكيم، تعالوا نرافقه كي نتعرف ما في جعبته لنا من أسئلة وألغاز. مرحبا يا عم، أعود إليك مجددا لأتعلم منك المزيد عن الضرب وعملياته. إذن هيا يا أرنوبة، رافقيني لكي أختبر معلوماتك. أنا جاهزة، هيا بنا. لدينا هنا يا أرنوبة ملعب لكرة القدم، طوله 11,000 سنتيمترا، وعرضه 7,500 سنتيمترا. كم تبلغ مساحته يا أرنوبة؟ هذا الملعب مستطيل الشكل، ومساحته هي الطول ضرب العرض. هذا رائع، هيا قومي بعملية الضرب بشكل صحيح. مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض، 11,000 ضرب 7,500. سأضع في الناتج 5 أصفار، ثم أضرب العدد 11 بالعدد 75. هنا أحتاج أن أضعها بشكل رأسي. أولاً 1 ضرب 75 الناتج العدد نفسه، ثم أضرب العدد 75 بعشرة ينتج لدي 750. وأخيراً أجري عملية الجمع فيصبح الناتج النهائي 825.
إذن سأضع العدد 825، فتصبح مساحة الملعب 82,500,000 سنتيمتر. هذا رائع يا صغيرتي. والآن أمامك مجموعة من العمليات الحسابية، قومي بإيجاد الناتج الصحيح. أنا جاهزة. هنا 921 ضرب 4، أضع الصفر ثم أضرب بالعدد 4، يصبح الناتج 36,840. أما هنا 89,217 ضرب 134، سأجري عملية الضرب بالشكل العمودي كما في الشكل الآتي. أولاً أضرب بالعدد 4، ثم أضرب بالعدد 3، ثم أضرب بالعدد 1، وأخيراً أجمع النواتج فأحصل على العدد 11,955,078. إذن الضرب يرتبط بتفاصيل الحياة اليومية لأي إنسان بما فيها من أنشطة بشكل وثيق، فالإنسان يستعمل الضرب بتطبيقاته وأشكاله المختلفة كثيراً دون أن يعي ذلك بشكل مباشر، فهو أساس العلوم كلها، وتستند عليه العمليات الحسابية الأخرى، وخاصة القسمة التي سنتناولها في دروس لاحقة. دمتم سالمين.